حسب كلامه أن هناك ضغطا شعبيا يطالب بإقالة عبد المجيد محمود، خدت بال حضرتك، وإنه استجابة لرغبات الجمهور عاوز يقيل عبد المجيد محمود. وأنا قلت له لا، عبد المجيد محمود بصرف النظر عن رأي الناس فيه هو ملائم للمرحلة، لأن عبد المجيد محمود كل التهمة التي توجه إليه أنا أعرف عبد المجيد به وعلى صلة به من قبل ما أروح الوزارة بحكم الانتماء القضائي، وكنا أعضاء في مجلس القضاء، هو يتأثر بتوجيهات الحكومة وإحنا بقينا الحكومة. فماشي عبد المجيد محمود، الناس عاوزة، سيبك من الناس يا ريس. وانا اعلنت عشرات المرات ان انا ما كنتش مع إقالة عبد المجيد محمود. حضرتك قلت دافع عليه. فخليه مش ضار يا ريس. فالمهم جاء قلت له عبد المجيد محمود عاوز يمشي. عبد المجيد محمود كان عاوز يمشي في اعقاب ثورة 25 يناير. وقال انا عاوز استقيل. وانا طلبت منه انه يستمر، كنا اعضاء في مجلس القضاء. وقلت له اقعد اشتغل كفارة يا عبد المجيد. كان عايز يمشي. الناس بتشتمه في الشارع. كل ثوار يناير بتشتم عبد المجيد محمود. فقلت له عبد المجيد حضرتك طلبت منه ان هو يقعد. وانا كنت قاضي، اقعد اغسل تاريخك، فرصه في الثوره اما وقد تحررت من ضغوط السلطه ادي دورك. ادي دورك. العباره اللي استعملتها كفاره يا عبد المجيد، اشتغل كفاره واستحمل الشتيمة كفارة. وظللت اقول له كفارة عبد المجيد لغاية ما كنت وزير، بقيت اقول له اشتغل لعبد المجيد كفارة. فحتى قال لي لو كان ابليس، لو كنت ابليس كان زماني كفرت يا احمد، انا عاوز امشي. يعني